حبايبي طلاب الصف الرابع، اهلا بيكم في حاله تدريبات الدرس الخامس والسادس. هنبتدي الاول بتدريبات الدرس الخامس. هنشوف اول سؤال بيقول لي ايه. اول سؤال بيقول لي ناقش ضمن مجموعات ثنائيه تستخدم جميع التكنولوجيا في حياتنا اليوميه. لاحظ الوسائل التكنولوجيه التاليه وضع دايره حول تلك التي استخدمتها اليوم وليه استخدمتها. ناقش ذلك مع زميلك. فاحنا هنشوف انا مثلا استخدمت ايه. لو النهارده استخدمت القلم الضوئي، لا استخدمت نظارة، دي اكيد مش اجهزه تكنولوجيه، استخدمت اللابتوب، فانا هختار ان انا استخدمت المصعد. تمام، عايزين ننزل عند النقط ونقول قمت باستخدام المصعد للنزول من المنزل والذهاب للمدرسه. يعني الحياه التكنولوجيه او الوسائل التكنولوجيه مش لازم كمبيوتر واجهزه والحاجات دي. تعالوا نشوف استخدمت ايه تاني يا ترى. وسيلة تكون سهلت عليا مشواري، طريقي، قرايتي، حاجة زي كده، نزول السلم. طيب تاني صورة هنستخدمها النهاردة ولتكن السيارة. قام أبي بتوصيلي للمدرسة بسيارته، واروح حاطط دايرة على السيارة وكاتب في النقط الجملة دي. تمام، تعالوا ننزل عند صورة كمان استخدمناها مهمة جدا، وهو الهاتف ايه المحمول. احط دايرة على كلمة الهاتف المحمول واكتب جملة قمت باستخدام الهاتف المحمول عشان عملت بيه ايه، لانه في السؤال قايل لي لماذا استخدمتها، بيقول لي الاتصال بصديق ليا. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني بيقول لي ايه. بيقول لي كيف يمكن الاستفاده من وسائل التكنولوجيا المساعده التاليه، من الاشخاص الذين قد يستفيدون منها بدرجه كبيره. لو الكرات الرياضيه، طيب الكرات الرياضية احنا عارفين ان دي كرات بتصدر صوت بتساعد ناس معينة. تعالوا نشوف بتساعد مين. يمكن الاستفادة منها من قبل الاشخاص المالهم يا ولاد المكفوفين، ويساعدهم الصوت لان هي بيبقى لها صوت، بيساعدهم الصوت في تتبع الكرة. هو حد بيحدف لهم الكرة ومن صوت الكرة بيتتبعوا الصوت، لان هم ربنا ما انعمش عليهم بنعمة النظر. تمام، طيب تاني حاجة الهواتف المحمولة يا ترى ذات المفاتيح الكبيرة هتساعد مين الأشخاص؟ طبعا ضعاف النظر. يبقى الإجابة هتكون يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص ضعاف النظر، خلاص، وتساعدهم إن هم يعملوا إيه يا أولاد؟ رؤية الحروف والأرقام. برافو علينا، هنكتب في النقط ده. طيب لو أنا بدي حد جهاز للسمع، تفتكروا هيساعد مين من ذوي الهمم؟ يبقى يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص ضعاف السمع، هم بيسمعوا بس بنسبة بسيطة. بتساعدهم على ايه يا اولاد؟ بتساعدهم في السمع بشكل جيد، خلاص؟ طيب رقم اربعة، لو عندي برمجيات تكبير شاشة العرض بتخلي الصورة كبيرة، يا ترى تخلي الصورة كبيرة عشان مين يشوفها من ذوي الهمم؟ اكيد ضعاف النظر. فيبقى يمكن الاستفادة منها من قبل الاشخاص ضعاف النظر. لازم نقول بتساعدها في ايه؟ ما ينفعش انسى جزء من السؤال، خلاص؟ بتساعدهم على رؤية الشاشة بشكل ايه؟ جيد، لكن هم يا ولاد بيشوفوا بس بنسبة بسيطة جدا. طيب الكراسي المتحركة الآلية، كرسي متحرك، يبقى هيساعد مين؟ بيساعد مبتوري الأرجل، خلاص؟ زي ألبرت كده، ألبرت لي اللي كان في الدرس بتاعنا، يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص مين يا ولاد؟ برافو علينا، مبتوري الأرجل. والمقعدين يعني اللي قاعدين ما بيقدروش ايه، ربنا ما أنعمش عليهم بنعمة المشي، فهم قاعدين خالص، وبتساعدهم على التنقل بدون مشاكل. تمام، كلنا شاطرين. طيب نيجي للسؤال اللي عليه الدور، بيقول لي اقرا وكمل. كان ستيفن هوكينج ده واحد مثلا، هو عالم مشهور، كان بيستخدم التكنولوجيا المساعده من اجل التواصل مع الاخرين. احنا عارفين انها تواصلنا مع الاخرين عشان توفر لنا وقت وجهد وحاجات كتير. بيقول لي اقرا حول كيفيه استخدامه لمركب الكلام. احنا قلنا في الحصه ان مركب الكلام يا اولاد ده جهاز جميل قوي، بيساعد اللي مش بيقدر يكتب ان الشخص بيتكلم والكمبيوتر بيكتب اللي هو بيقوله او العكس. تمام، وبيقول لي رتب الخطوات. بيقول لي ايه الخطوات الاولانيه اللي هو هيبتدي بيها. يبقى هو العالم اللي قاعد ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هو بيقول لنفسه عندما اؤلف جمله هرسلها لجهاز الكمبيوتر لمركب الكلام. تفتكروا ان دي اول خطوه؟ لا طبعا مش اول خطوه. طيب هنظر لشاشه العرض؟ لا دي مش اول خطوه. طب هضغط على المفتاح في ايدي وبذلك اختار الكلمه اللي تحتاج اليها لو اؤلف الجمله؟ برضو دي مش اول خطوه.
لتحول تقنية، تحويل التقنية دي على طول، دي آخر خطوة يا مستر خالد، دي في الآخر، لأن هنا هتتحول تقنية الكتابة للصوت أو العكس. خلاص، يبقى نمرة 5 هو بيقول لنفسه إن أنا مش هقدر أتكلم، يبقى أنا عايز أحول التقنية، مركب الكلام هيحول لي هنا الكلام هيحوله لحاجة مكتوبة. خلاص، طيب لا أستطيع أن أتكلم، أكيد مش هقعد، لازم هشتغل، لذلك أتواصل مع الآخرين باستخدام نظام الكمبيوتر الموجود في الكرسي المتحرك الخاص بي. هم حاطين له الجهاز اللي موجود في الصورة ده يا أولاد، اللي أنا حطيت عليه علامة، ده اللي هي طالما هو مش قادر يتكلم يبقى هيستخدم الجهاز ده علشان ايه؟ يعمل ايه؟ يبتدي يكتب. ادي اول جملة. طب تاني جملة هيعمل ايه؟ هيبص للشاشة، هيشوف عليها الكلمات اللي موجودة. خلاص، تالت خطوة هيضغط على المفتاح اللي في ايده، وبكده هيختار الكلمات اللي بتحتاج ان هو يألف الجملة فيها. طيب رابع خطوة، لما يألف بقى هيعمل ايه؟ هيرسل لجهاز الكمبيوتر، هيقول له لو سمحت يا جهاز الكمبيوتر افتح لي برنامج مركب الكلام. واخر خطوة، برنامج مركب الكلام هيحول تقنية مركب الكلام الكلمات لإيه يا سنة رابعة؟ لصوت اصطناعي. صوت، هو مش صوته بس، هو صوت بيتكلم بيطلع من الكمبيوتر. يتمكن الآخرون إن هم يسمعوا ما يريد العالم ده أو المفكر ده إنه عايز يقوله. خلاص، يبقى هو كده ما اتكلمش. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي في الجدول اللي قصادنا دون، الجدول ده بيقول لي قد يواجه الأشخاص ذوي الهمم، احنا عرفنا ذوي الهمم مين، اللي هم عندهم صعوبة، عندهم مثلا أطراف صناعية، عندهم ضعف في الكلام أو في النظر أو السمع، كل دول يا أولاد هم ذوي الهمم. تمام، بيساعدهم في إنجاز بعض المهام، إلى أنه يمكن للتكنولوجيا المساعدة أن تساعد هؤلاء الأشخاص وتمكنهم من القيام بالإيه؟ بالأنشطة نفسها التي يقوم بها أي شخص طبيعي آخر، بتساعدهم وتسهل لهم الحاجات. طيب بيقول لي اقرا الاسئله التاليه وجاوب عنها. بيقول لي اذكر، اول هنمشي بالعمود ده يا اولاد، اذكر 3 انشطه تحب القيام بها، انت نفسك بتحب تعمل ايه، وهنشوف الشخص ذوي الهمم بيعمل ايه، وهنشوف الحاجه الاله او الوسيله اللي هتساعده ايه هي. فعشان كده احنا هنمشي بالعمود اللي موجود قدامنا ده. انت مثلا بتحب ايه؟ اول حاجه بحب اركب دراجه، يا ترى ذوي الهمم هيحب هو كمان يركب دراجة ولا مش هيقدر؟ هنشوف. طيب بحب اسمع اغاني، بسمع اغاني، في ذوي همم ما بيقدروش يسمعوا، ما عندهمش نعمة السمع، ربنا ما انعمش عليهم. طيب تسلق الجبال، لو في عالم او في حد بيقدر يتسلق الجبال غيره مش بيقدر. تعالوا نشوف ما الذي يجعل من الصعب، يعني الاعاقة يا اولاد، او مش بحب اسمها اعاقة بس هو ايه، الشخص ضعيف في الحاجة دي. خلاص، من الصعب انه على شخص من ذوي الهمم القيام بيها. ايه الصعوبه؟ بيقدر يركب دراجه يا اولاد؟ لا مش هيقدر، لو هو عنده عجز ايه في الجزء السفلي في رجليه. طيب لو انا بسمع اغاني، ذوي الهمم هيقدر؟ لو ضعيف السمع مش هيقدر. طيب لو حد بيتسلق الجبال، اللي عنده بكر في رجله من ذوي الهمم هيقدر يتسلق؟ مش هيقدر. تعالوا يا اولاد نحاول نقرب لهم اي وسيله الكترونيه او تكنولوجيه، بقى بلاش الكترونيه، وسيله تكنولوجيه، انها تساعدهم يعملوا كل الحاجات دي زيهم زي الشخص الطبيعي. ان انا هدي للي عنده عجز ده، هدي له دراجه ذات 3 عجلات تشتغل بايده، لان الجزء السفلي عنده مش بيشتغل. طيب ضعيف السمع هخليه يسمع اغاني ازاي؟ هدي له سماعه اذنيه طبيه. طيب اللي عنده بتر يا حبيبي في احد اطرافه، هدي له ادوات رياضيه مساعده ليه. طيب بيقول لي النقطه اللي تحت دي اوعوا ننساها، بيقول لي كيف يمكنك مساعده الاشخاص ذوي الهمم؟ لو انا اقدر اساعدهم، اقدر اساعدهم ازاي؟ اكيد هم وغيرهم، اساعدهم في الدعم، يعني اشجعهم واقول لهم مفيش حاجه تقف قصادكم، مفيش حاجه تعقوا ان انتوا تبقوا زيكم زي الناس الطبيعيه، واقدم لهم المساعده الدائمه وايجاد الطرق التكنولوجيه البديله لمساعدتهم. يعني لو عرفت ان في سماعات طبيه تقدر تساعد ضعيف السمع اديها لهم واقول لهم يشتروها منين، لو عرفت ان في ادوات رياضيه مثلا تقدر تساعدهم برضو اساعدهم يشتروها منين. تمام، طيب بكده الدرس الخامس خلص، هنبتدي فيه تدريبات الدرس السادس. ده درس جميل قوي عن اعطال الكمبيوتر. الدرس بيقول لي اسمه ايه؟ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعنوان كتابنا. الدرس اسمه المشكلات الشائعه والحلول بتاعتها. لو انا قابلتني مشكله في الفار احلها ازاي، في الكيبورد احلها ازاي، وهكذا. تعالوا نشوف هنحلها ازاي.
وتملي اخر حاجه بقدر اتوصل اليها ان انا لو ما عرفتش احل اي مشكله دايما ان انا ارجع لمعلمي او ارجع لحد في اسرتي ساعتها. طيب احنا خدنا المشكلات دي موجوده في الكتاب وعملنا عليها دوائر وقلنا ايه هي. بيقول لي اول حاجه بيقول لي لو هو مديني الحل يا اولاد، عشان كده بيقول لي قرر ايه هي المشكله، تعمل امتى تضغط على زراير الت وكاترل وديليت من الكيبورد لما يكون عندي ايه الشاشه بتاعتي توقفت عن عرض اي حاجه من البيانات والمعلومات، فجاه الشاشه وقفت وانا مش عارف برنامج ايه اللي علق معايا الشاشه، ففي عندي ثلاث زراير بدوس عليهم في نفس الوقت في الكيبورد اسمه الت وكاترل وديليت، بيطلع لي صندوق كده بيقول لي اقفل البرامج الكتير المفتوحه علشان اقدر اشغل لك الشاشه من تاني. طيب لو انا التاني دي اول حاجة، خلاص يا اولاد دي اول مشكلة قبلتني. طب تاني مشكلة لو انا في حالة ان انا ببحث بواسطة صندوق البحث او اسمه سيرش بوكس الموجود في اسفل الشاشة اليمين شعار الويندو، في كده آلة اداة يا اولاد عاملة زي عدسة النظارة بتاعت جده كده بتاعت زمان دي، لو انا رحت لها يبقى انا ببحث عن ايه؟ تفتكروا المشكلة دي ايه؟ المشكلة اللي قابلتني لو انا ببحث عن ملف يبقى اكيد ان انا مش لاقيه، اعجز عن ايجاد ملف، لعبه ضاعت مني ادور عليها ازاي؟ بروح عند الحل بتاعها هو عاكس الجدول، ماشي؟ هو مديني الحل الاول او بيقول لي ايه الخطوه اللي انت بتعملها وايه المشكله اللي قابلتني. دلوقتي المشكله لو قابلتني ايه؟ ان انا مش لاقي ملف، بروح عند صندوق السيرش خلاص في الجنب موجود قدامه عدسه زي بتاعه جده بتاعه القرايه. خلاص؟ طيب عندي ثالث مشكله، امتى ارجع او اعد تشغيل الجهاز بتاعي واحاول ان انت تفتح التطبيق من جديد؟ لو التطبيق ايه في ايه يا سنه رابعه؟ برافو علينا. لو التطبيق فيه مشكله يبقى كانت المشكله بتاعتي اصلا عدم التمكن من فتح تطبيق، واحنا قلنا في الحصه ان كلمه تطبيق معناها برنامج، لو انا مش عارف افتح برنامج اروح اعمل ايه؟ اعد تشغيل الجهاز تاني. خلاص؟ طيب عندي لو انا لجأت ان انا امسح تطبيق واعيد تثبيته من تاني، انزله من تاني او احمله من تاني على جهازي، يبقى حصل ايه؟ التطبيق مش بيشتغل، واحنا قلنا التطبيق يعني كلمه ايه فوق لسه قايلينها؟ برنامج. لو برنامج مش بيشتغل وانا رسترت الجهاز مثلا ولقيته برده مش بيشتغل فبمسحه خالص، بعمل له ديليت خالص وبرجع انزله او اثبته تاني من على مستكشف الانترنت او برنامج من برامج الانترنت. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي سؤال رقم 2 اقترح حلول لمشكلات تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التاليه. بيقول لي اقترح حل، صاحبك او زميلك او زميلتك قابلته مشكله، تعالى معايا ننصحه. تستخدم ساره جهاز الكمبيوتر بيعمل بنظام ويندوز بي سي، يعني كمبيوتر الشخصي اختصار لكلمه بيرسونال كمبيوتر، تمام، لانجاز واجباتها، هي بتعمل واجباتها المنزليه، فجاه توقفت شاشه العرض، يا نهار ابيض هي هتعمل ايه؟ المفروض انها تضغط على زراير الت وكاترل وديليت اللي لسه قايلينهم في السؤال اللي فات لمده قصيره ثانيتين كده بنقفلهم، لكن ذلك لم ينجح، الحل ده ما نفعش ولسه شاشه العرض متوقفه زي ما انا قلت فوق، ماذا يمكنها ان تفعل؟ هتطفي الجهاز يا ولاد وهترجع تشغله من تاني. خلاص تعالوا نشوف تاني مشكلة، يريد ماجد ارسال ملف لاصحابه لاصدقائه لكنه لا يستطيع ايجاده على الكمبيوتر، لا يستطيع ايجاده يعني هدور عليه، يعني هعمل سيرش يعني هعمل بحث، تمام، لا يستطيع ايجاده على الكمبيوتر البي سي الخاص بي، ما الحلول المقترحة؟ هتقول له يعمل ايه؟ هنقول له نفتح العدسة بتاعت جده وندور عليها، ما اسمهاش عدسة جده يا حلوين، اسمها ايه؟ اسمها سيرش بوكس، تمام، موجود كده في الجنب، هقول له ابحث في المستندات لو كان مستند مكتوب او ابحث اهو مكتوب سيرش بوكس موجود اهو يا ولاد. طيب تريد ريم، ثالث مشكله تريد ريم الاستماع لموسيقى تطبيقاتها تطبيقها المفضل على جهاز الكمبيوتر المحمول، الا انها عندما تضغط على التطبيق مش بيفتح، هي عايزه تسمع موسيقى لكن عماله تدوس على برنامج الموسيقى مش بيفتح، تحب تقول لها حلول ايه؟ برافو علينا، اقول لها اول حاجه شغلي الجهاز من تاني، تطفيه وشغليه، وبعدين افتحي التطبيق من تاني علشان تتاكدي انه اشتغل، لو مش راضي يشتغل يا ولاد بنمسحه ونحمله من تاني، او بعمل له حاجه اسمها تحديث من قبل ما امسحه، يعني يا اما بعمل له تحديث وهو موجود
لو لقيته مش شغال ببتدي احمله من تاني. كل الخطوات دي بنمشيها واحده واحده، مش بنمشي واحده قبل التانيه. تمام، برافو علينا، يا رب يكون درس سهل. طيب بيقول لي اكتب مشكله واجهتك سابقا قبل كده، يعني انت كطالب، متعلقه بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كيف تمكنت من حلها؟ عندي بقى فاره باظت، كيبورد باظت، اي عطل فيها. المشكله اللي واجهتك كمثلا طالب نزلت معمل الكمبيوتر او قاعد في البيت، عطل في الفاره، بسيطه جدا، هتتمكن من حلها ان انت تشتري ايه؟ فاره جديده. لكن احنا قلنا في الفصل الاول اتاكد من كابل بتاع الفاره متوصل، وبعد كده اشتري فاره جديده لو ما اشتغلتش. بيقول لي فكر وارسم. الله، انا بحب اسئله الرسم جدا، عشان انتوا بتحبوا ترسموا. بيقول لي اخترع جهاز خاص كيف يبدو شكله، وارسمه في الاطار اللي موجود او في المكان الفاضي. انا هخترع جهاز الكمبيوتر اللي شغال ايه، شاشه الكمبيوتر اللي موجوده دي شغاله ببصمه ايدي، خلاص الجهاز ده هيفتح ببصمه ايدي اللي هي دي اللي معمول عليها دايره دي. تمام، هنرسمه وليكن ان احنا اخترعناه يعني. طيب اخر سؤال عندنا يا شاطرين، ما وظيفه، او اكتب وصف قصير للوظائف دي. طيب اوصف الجهاز اللي انت اشتغلته، هو جهاز ايه؟ كمبيوتر بيعمل بالايه؟ بيعمل ببصمه الاصبع، خلاص يبقى محدش هيعرف يشغله غيري. يضمن الجهاز تامين تام عشان محدش يعرف يشغله غيري، وكامل لكافه البيانات والمعلومات المخزنه فيه. تالت نقطة بيقول لي ايه المشكلات اللي ممكن تواجهها لما تيجي تستخدم الجهاز اللي انت اخترعته في السؤال اللي فات ده؟ فاقول له ايه؟ محدش هيقدر يستخدمه غيري، برافو علينا، لا يستطيع احد استخدام الجهاز الا الشخص صاحب الايه يا اولاد؟ البصمة، برافو علينا. رابع سؤال واخر نقطة في الدرس ده، كيف يمكنك حل المشكلات اللي واجهتك قبل كده؟ ان انا استخدم تطبيق من خلال التليفون او الموبايل ان انا اعطل البصمه بتاعتي على الجهاز، يبقى زي ما انا هعمل بصمه للجهاز تامنه، اعمل له برنامج يعطل البصمه او يلغيها مطابق بعد ان اخذ اذن ايه؟ من مالك او مستخدم الجهاز. انا هقول له انا عندي برنامج هيقفل لك البصمه ويخلي الجهاز الكمبيوتر اي حد يشغله. وبكده يا رب تكون فهمنا مع بعض حل تدريبات الدرس الخامس والسادس، واي حد عنده اي استفسار ممكن يبعت لي او يجي يسالني. بشكركم يا حلوين، يا ريت ننقل او احنا هننقل التدريبات دي او الاجابه دي في الكتاب في الصفحات بتاعتها. ومع السلامه.